اليوم تنتواجدوا بمستشفى الحسن الثاني الجامعي، تنقوموا بواحد العمليه ديال التعقيم، وهذه داخله في واحد الاطار ديال واحد الحمله ديال التعقيم تتقوم بها لا سوسيتي ديالنا، تتعقم جميع مختلف المؤسسات ديال الدوله وبعض الاحياء. الحمد لله جميع المواطنين يكمل لكم يستافدوا. بالنسبه للاحياء والهذا تناخذوا واحد الطوريزاسيون عند السيد الوالي والناس اللي مكلفين بالاختصاص، وتمشيو تنعقموا، ما كاين حتى مشكل. حنا في هذه الظرفيه خصنا نعاونوا بلادنا، باش ما عطانا الله قوه غادي نعاونوها بجميع الامكانيات اللي عندنا. حنا بلادنا عشنا فيها وتربينا فيها، لابد غادي نعاونوا بها. وهذه رساله لجميع الشركات باش ينوضوا الناس يتعاونوا مع بلادهم، واخا نتعاونوا انتو، تنشكروا جميع اللي ساهم في هذه البلاد هذه واللي متضامن مع هذه البلاد هذه. هاد لي برودوي داكشي من المال الخاص، جميع التجهيزات وكل شيء، كل شيء ديال لا سوسيتي، ما كاين حتى شي حاجه مساهم معنا شي واحد في شي حاجه، شي دعم ولا هذا، ما كاين شي دعم بصفه نهائيه.